السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنقول دائما نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. معكم مطبخ أم لطفي، وصفة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله. اليوم جيت نتقاسم معكم واحد المهلبية اللي كتجي رائعة بمكونات بسيطة اللي كنظن موجودة في كل بيت. نتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم كما كنقول دائما. انا اي حاجه كنبغي كنديرها لوليداتي كنبغي نتقاسمها معكم يعني بجميع التفاصيل ديالها. وفعلا هاد المهلبيه كتجي رائعه، وهاد المهلبيه ممكن ناكلوها بارده كيف ما ممكن ناكلوها دافيه، كتجي زوينه بزاف، كتجي اكريمي وشكلا زوينه وحتى مذاقا. وكي كنقول لكم الا كيعجبكم هذا الشيء اللي كنتقاسم معكم ما تبخلوش عليا يعني بالاشتراك وبتفعيل الجرس وبالبارتاج وبالتعاليق زوينين وبالجيم. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم كي كنقول دائما. ولا كنتو اول مره كيشوفوا الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا كي كنقول لكم بالاشتراك. وهي الشكل ديالهم كيبان لكم كيجيو رائعين جدا، نتمنىهم يعجبوكم. يلا ان شاء الله نمشيو مع بعضياتنا ونشوفوا المقادير ديال هاد المهلبيه وطريقه التحضير. شو الشكل ديالهم كيجي زوين، كيجي راقي بزاف. عندنا في المقادير غناخدو واحد الكسرونه اللي غنديرو فيها واحد جوج كيسان ديال الحليب قياس كيسان ديال العنبه، باش غنصايبو الكريمه الاولى اللي غتكون بالنسمه ديال الحامض. وكنخدمو كلشي بارد. غنجيب عندي لا كريم باتيسيير بنكهه الحامض، غناخد منها واحد المعلقه وحده. وغناخد غنجيب في هاد المهلبيه اللي كيجي فيها زوين وما كنصايبوها بالطحين الفورس، غناخد واحد جوج معلقات ديال دقيق الفورس الخاص بالحلويات. كناخد جوج معلقات وغندير ثلاثه ديال المعلقات ديال السكر وغادي ناخد نجيب يعني الطراب اليدوي وغادي نحركهم مزيان وهما باردين حتى ما تبقى ليا لا كوسه لا والو. كنوريكم بلي البطاطا فيها حتى تنسجم العناصر كامله، عاد غنشعل عليها البوطه وما غنحيدش يدي منها، غنبقى كنحرك حتى تعقد ليا هاد الكريمه هادي. ضروري كنخدموها مزيان وهي بارده باش ما كديرش لنا الكتل. الا شعلنا عليها البوطه وما خدمناهاش مزيان كدير لنا دوك الكتل، وحنا ما كيعجبوناش دوك الكتل ملي كنكونوا كناكلوها. هنا راه شعلت البوطه صافي، وغنبقى كي قلت لكم يدي فيها وانا كنحرك البوطه عافيه غير متوسطه وانا خدامه فيها حتى تعقد ليا ان شاء الله. هانتوما معايا وصدقوني راه كتجي رائعه هاد الكريمه لوليداتنا. هنا لاحظتوا الكريمه ديالي عقدات، غندير واحد الطريف ديال الزبده وندخلو نحركو فيها. حتى يذوب ليا مزيان ديك الطريف ديال الزبده. سمحوا لي راه عندي هذا الطراب ولا كينصل، ساعه ساعه غتشوفوني مدبزه انا وياه باش يعني كنشدو. ان شاء الله خصني نشري واحد اخر، هاد الماركه صدقت ما زويناش. مهم دابا غنجيب واحد الكاس ديال ماشي كاس، نص كاس ديال كريم هولالا غنزيدها على هاد الكريمه هادي. هادي هي اللي غتغني ليا هاد الكريمه وغتخليها تجي اكريمي كي كنقولوا. وغنحرك مزيان حتى وهو سخون الكريمه حتى تنسجم ليا العناصر كامله مع بعضياتها. وغنجيب نديرها في واحد البوش، نفرغها في واحد البوش. وعندي الكويسات اللي غادي ندير فيهم، عندي انا هاد الكويسات قصارين كتجي فيهم يعني كتجي فيهم هاد لي ديسير بحال هكا تيجيو فيهم زوينين. هنا غادي درتهم فواحد المول وتكيتهم جانبين باش ديك الكريمه ديالي تجيني بحال جنب، تعطيني واحد الشكل هندسي كي كنقولوا. صافي وغنخليهم يبردوا تما. غنحاول نجيب عندي حتى هاد لي فيرين صغارين اللي لاحظتوا انا وريتهم لكم، حتى هما غندير بهم. هنا كنجيب واحد كاسرونه اخرى وغندير النوع الاخر من يعني الكريمه اللي بالشوكولا. درت فيها جوج كيسان د الحليب،
تقريبا غنديروا نفس الطريقه نفس المقادير، ما كاينش شي اختلاف الا هذه كريمه بالشوكولا، وغنغنيوها في الاخر بطريفات ديال الشوكولات. هانتوما معايا وغادي تلاحظوا كتجي رائعه. حنا كنديروا غير معلقه ديال الكريم باتيسير وجوج معلقات ديال الطحين فورس، هذه كنأكد عليها. ولا وكتجي فيها واحد اللذه، كتجي رائعه، احسن من الا درناها بالنشا. جربوا هذه المهلبيه غتعجبكم بزاف، كتجي القوام ديالها كريمي ورطب وما كتحسوش بديك النسمه ديال النشا. غندير عاود 3 معلقات ديال السكر، والمعلقه دائما تنقول لكم هاد المعلقات عندي ملحوسين، يعني ما كيهزوش ليا كميه بزاف ديال السكر، داكشي باش كنبعتبر لكم درت 3 ماشي غارقين. صافي عاوتاني هي غنحرك وانا طافيه البوطه حتى تنسجم ليا العناصر كامله، عاد غنشعل عليها البوطه ونبقى نحرك حتى تعقد ليا الكريمه ديالي ونكملوا ليها الخدمه ديالها ان شاء الله. وانا راه الجنب ديالي راه واحد الطويجين ديالي راه طاب حتى هو، راه صورته دابا نحطو لكم فيديو بوحديتو ان شاء الله. يعني كانت هاد الديسير كان مرافق لهاد الطويجين. صافي هنا لاحظتوا راه بدات كتعقد ديك الكريمه، هنا غنزيد طريف د الزبده ونحرك. هنا جبت دوك طريفات الشوكولاته اللي غنزيد، غادي نديرهم وغنخليهم واحد ما نحركش سير بلاص، غادي غير ندخلهم لداخل بحال اللي كنقولوا ندفنهم وسط ديك الكريمه ونخليهم واحد شويه، عاد نجي نحرك باش يذوبوا مزيان وسط ديك الكريمه. لا لاحظتوا صافي غنخليهم دابا هكا واحد شويه وعاد نرجع ليهم، غيكونوا داب ديك الشوكولاط، عاد ان شاء الله غنحرك مزيان. وهاد الاثناء غنمشي ندير واحد نص كويس ديال قشده يعني ديال الكريم هولالا، غنحطو حدايا باش هو غنضيفو على هاد الكريمه اللي غيعطي هذاك القوام اللي قلت لكم اكريمي مع ديك الشوكولا، كيجي رائع جدا هاد الديسير هذا، يعني هاد كتسمى المهلبيه. صافي راه لاحظتوا شوفوا القوام ديالها راه كتجي اكريمي. هنا غنزيدها ديك الكريمه وغنجيب عاود حتى هي واحد البوش وغنعمرو، لان ضروري داك البوش هو اللي كيساعدنا باش كتجينا الخدمه ديالنا نقيه وما كتعذبناش كتجينا سهله. هنا قبيله كنت كنعاود لكم بان دوك الكويسات كنحطهم مايلين فوق، كنجيب واحد المول ديال الكاب كيك اللي كان كيما بغى يكون، سواء كيكون دائري ولا كيكون كاري، كنحطهم فيه بهذا الشكل مايل باش كيعطيونا داك الديكور ديالو مايل. هنا انا نوريكم بلي منين بردات وعقدات الكريمه كتبقى مايله. دابا غنوقفهم كاملين وغادي نبدا نعمر فيهم بالكريمه اللي صايبت بالشوكولا، نكملوا الخدمه ديالنا. هنا هي عمرت هذيك الكريمه في البوش، نقطعو ونبدا نعمر الكويسات ديالي. كي قلت لكم هاد لي بوش هادو كيكونوا بوش جوطابل، سبق لي تقاسمتهم معكم في فيديو اخر. شريت بكيه فيها 100 ب 900 ريال 45 درهم، كتجي بحال سوم 9 دريال الساشي، وكنخدم به وكنعاود نغسلو وكنعاود نخدم به حتى كيبان ليا عيا، غيتقطع عاد كنرميه، يعني كيخدموا ويعاودوا هاد لي بوش هادو. صافي هنا جبت واحد شويه الفيرميسيل غنديرو من الفوق، وكنديرو محدو باقي يعني ما جمدش ليا ديك الكريمه باش كيشبر فيها داك الفيرميسيل. وهنا واحد الكاس اخر كبير درت فيه غير لون واحد غير بالشوكولا، عندي واحد بنتي ما كتبغيش ليا النسمه الحامض، درتو ليها هكا كله شوكولا. وبالصحه والراحه كي كنقول لكم دائما، نتمنى هادشي اللي كنتقاسم معكم يعجبكم وينال الرضا ديالكم. ها هما الشكيل ديالو، رانا وريتو لكم في الاول، كيجيو شكيل زوين وحتى اللذة واللويين كيجيو لامعين، يعني يستاهلوا التجربه كي كنقول دائما.
نقرب لكم شي كويس. هنا خدمت دوك الصغيورين، تا هما لي فيغين صغيورين تا هما جاو زوينين الشكيل ديالهم. وقدمتهم في هذا البلاطو بحال هكا، يعني على شكل ورقه، كيجي الشكل ديالو زوين وراقي. المهم كنخبي عليكم والو، كنشارك معكم كل شيء، اي حاجه كنديرها كنشاركها معكم. وكنتمنىكم حتى نتوما ما تبخلوش عليا بلي بارطاج وبالدعم. وكما كنقول لكم دائما، الى فيديو قادم ان شاء الله.